تفضلي. شو المناسبة؟ هذه بمناسبة خطبة الدكتور عبد اللطيف على الدكتورة شريفة. إي ونسيت أقول لك، يعتذرون منك لأنهم انخبصوا بموضوع أبوك، الله يشافي، فمو وقت يقولون لك. مبروك. الله يهنيهم بعض إن شاء الله. يلا وهذه وحدة ثانية. وقلنا خلاص الله يهنيهم بعض. دكتور عادل آسفة ما انتبهت. لا فعلت عادي ما صار شيء. ليكون أنت بعد خطبت نفس الدكتور عبد اللطيف مع الدكتورة شريفة. الخطبة لاحقين عليها. هذه حلاوة دبلوم زمالة التكميل. توني حاصل عليها. مبروك دكتور. تستاهل كل خير. بس الصراحة اللي يشوفك تقعد في المستشفى هالساعات الطويلة ما يفكر أبداً إن عندك وقت تكمل دراستك. العكس. الطبيب لازم يطور من نفسه على طول. مبروك. تستاهل كل خير.